الادعاء بان هؤلاء لا ي... ان الحكام ورجال الدين لا يطبقون الدين او هم تجار الدين وان الحكام لا يخافون الله او لا يطبقون تعاليم الله او انهم عملاء للاجانب ويبيعون ويشترون بالشعوب المؤمنه المسلمه التي تطالب بتطبيق الشريعه وما الى ذلك، هذا كله كلام هو الشائع الذي يعني كلام شبعنا من عنده ونعرفه. لكن هذا الحل يعني هذا الحل هل هو معقول؟ يعني لابد ان هنالك اكو خلل اساسي بالعقل العربي بحيث يجعل لا يرى اصل الموضوع واصل المشكله ولا يستطيع ان يفهم لماذا الانسان العربي يعني متوسط الثقافه او حتى المثقف الواعي لماذا يفكر بهذا الاتجاه. انا اعتقد هذا نوع العلاقه بالنسق الفكري الذي نعيش به. هو فوكو عنده مصطلح مفهوم اسمه الابيستيمي اللي هو مستقبل الابستيمولوجيا او المعرفي، هو عند اشتقاق الخاص الابستيمي. هذا الابستيمي هو الشيء المعرفي اللي يكمن وراء اي عقل، العقل المشرقي العربي المسلم هذا اكو ابستيمي هو منقاد الى بشكل لا شعوري، وهذا يعني يشكل نوعا ما طبقه تحتيه او اساس يتحكم بكل ما في هذا العقل وثقافاته ايا كان تنوعها. يعني هو المصدر او السورس الذي او الاطار الذي يتشكل فيه كل واعينا والذي تصدر داخله افكارنا وتصوراتنا وردود افعالنا وافعالنا وكل شيء. هناك كما يبدو هناك نظام يسير عليه هذا العقل الجمعي، وهو يشكل كما قلت الفضاء الذي تتأسس عليه معارفنا في كل ما لا نكاد نعرفه ونشعر به. يعني هو لا نستطيع أن نراه، هو بالضبط مثل الواحد ما يقدر يشوف عيونه. أنت العينك هي أداتك، أدات لرؤية الأشياء الأخرى، لكنك لا يوجد إنسان يستطيع أن يرى نفسه. فبالتالي إحنا هذا نمارسه بلا شعورنا، وهو هذا الإبستمي الذي نسير فيه أشبه بنهر، مسار للنهر، لكن المياه الموجودة داخل هذا النهر نحن فيها نسير فيها، ولكن لا نرى مسار النهر ولا نعرف من أين أتينا ولا نعرف إلى أين نذهب، لكننا كل ما نعرفه أننا ننجرف مع هذا التيار، وهنالك أناس وحاجات وأشياء تسير معنا لكننا محكومون بضمن هذا المسار. هذا هو الإبستيمي بمعنى من المعاني، وأنا أعتقد إحنا مقادين بهذه الطريقة. هذا اللي يمنعنا من التفكير ويمنعنا من تكوين عقل حقيقي نقدي جاد صحيح يحلل ما نحن فيه ويحكك وينقب ما نحن فيه اولا باول. وهذا اللي يمنعنا، ما هو اللي يمنعنا؟ يمنعنا هو هذا الابستيمي اللي احنا عايشين به، يعني لا نستطيع الخروج عن مسار هذا النهر. هذا الابستيمي هو جابرنا، هو الدين الموجود هو ابرز او الثقافه الدينيه التي نشأنا عليها هي العائق الاكبر للخروج من هذا الاطار او السجن الذي وقعنا فيه. وهذا النهر يجب ان نخلق انهار جديده ومسارات جديدة، يعني نخلق ابستيمي جديد ونسوي قطيعة مع هذا النهر المعرفي اللي هو ديني بشكل يعني لحد هذه اللحظة. احنا ما خارجين من اطار الدين، وهو اطار تجاوزته البشرية، والان هم يعني الان بالقرن 21 الناس يعني اكو اشياء كثيرة لا حاجة للتفصيل بها، لكن اطار الدين الناس تجاوزته، البشرية معظمها تجاوزت هذا الاطار، وما زلنا نحن الوحيدون اخر القافلة الدينية التي ما زالت مصرة على ان هذا هو الشيء الصحيح ولا شيء غيره. اخلص الاقول ان هذا الابستيمي هو الذي يخلق شروط التفكير، نعم المسألة الاساسية، وايضا لا يستطيع احد التفكير به، بل هذا الابستيمي بالمفهوم الفوكو مفهوم مش الفوكو هو اللي يتحكم بالعقول والعلماء والمفكرين، وايضا يتحكم برجال الحكم والدين، واشبه بلا وعي المعرفه والفهم المستتر والذي يهيمن على كل شيء في فضائنا المعرفي او فضاء المعرفه بشكل عام. السبب ما هو؟ ان السلطه الدينيه الاسلاميه وضعت يعني جعلت موضوع الإسنان أو وضعت موضوع الإنسان في دائرة المحرمات، فلا أحد يناقش قضايا الإنسان وحاجاته وحقوقه. أكو تابو أو فيتو على مناقشة قضايا الإنسان، لأن الإنسان هو عبد، فأنت والعبد ليس له حقوق. هذا المنطق الإسلامي يعني منطق التاريخ بأكمله وليس الإسلام فقط. الإنسان ما لا يوجد إنسان، لا يوجد فرد، هنالك جماعة وهذا جماعة. فأنت عندما تجي تناقش العبد أنت جزء قطعة من قطيع، أنت عندما تكون عبد فما هي حقوقك؟ أنت فقط عليك واجبات، وجودك ضمن القطيع هو المكسب الوحيد لك، أما أي شيء آخر فهذا ما ممكن. يعني حتى أثبت هذا الموضوع تابعوا، أدعوكم إلى متابعة جميع كتب رجال الدين، تابعوا خطبهم بالمساجد على المنابر بالمواقع التواصل، تابعوا مواعظهم دروسهم، لن تجدوا فيها أي ذكر للإنسان.
لا وجود للإنسان فيها. هم ربما يطلعون بالكلام العام يعني بعض الأماكن عندما يسألون يتحدثون بطريقة، لأنهم متملقين كذابين. ورجل الدين هو رجل كذاب يعني من رأسه إلى أخمص قدمه يعني، أو يعني فهو يعني هو عبارة عن كتلة من الكذب والوهم والأكاذيب والتلفيقات اللي تسحر يسحر بها الآخرين. الإنسان في العالم العربي المشرقي الإسلامي أو العالم المغرب الكبير، إن مفهوم الإنسان مفهوم عليه فيتو، ولا يجوز التفكير في هذه المنطقة، ويجب تحاشيها بكل الطريق. صحيح أكو ناس كما قلت يتحدثون عن هذا الموضوع، لكن مجرد كلام عابر، مجرد إشارات سريعة غايتها الإيحاء بأن الموضوع عادي وموجود، وأن هنالك حق للإنسان، والإنسان هو يعني كرمه الله وما هو خليفة، وهذا الكلام كله لا علاقة له، هذا وهم، والموضوع عليه تابو ولا يناقش، وليس له وجود أصلا في لا بالقيروان ولا بالأزهر ولا بقوم ولا بأي مؤسسة دينية. الإنسان معدوم الوجود داخل، ربما يذكرونه لا يذكرونه بصيغة إنسان، لما يقولون يعني بهذا الموديل الجديد اللي يسمونه مقاصد الشريعة، أولوية النفس والأولوية الدين، وعندما يتحدثوا لك عن العمل الصالح، العمل الصالح يعني يضحكون به على الناس، والعمل الصالح هو أداء الفرائض، ما له علاقة العمل الصالح الاجتماعي، ما له أي علاقة على الإطلاق، فلا تصدقون هذه الفرية وهذه الكذبة اللئيمة. راح أسوي لها حلقة خاصة عن هذا الموضوع. المشكلة وين؟ بأنه عندما نقول أن لا وجود للإنسان في تاريخنا ولا في حاضرنا ولا في ثقافتنا ولا بكل ولا حتى في داخل رأسنا وحتى في لغتنا ما موجود، هذا معناه شنو؟ معناته لا يوجد تاريخ للإنسان بالمعنى الحقيقي الكلمة. ما الإنسان لا يوجد له تاريخ، بل لا يوجد أثر للإنسان على الإطلاق. هنا المشكلة خطيرة. البعض يطالب بأنه أين آثار الإسلام، أين آثار الخلفاء الراشدين. إحنا يعني علينا أن نسأل آثار الإنسان نفسه، الإنسان المسلم الذي يدعون Welcome. ملايين الناس، عشرات البلايين، لم يتركوا معمار، لم يتركوا أشياء كثيرة جدا ما موجودة، ولا ذكر لهم بالكتب، ولا حتى الكتب ما تجد بها، بس كتب فقه شريعة وما إلى ذلك، وكأنما الإنسان غير موجود، ملغي تماما. الفضيلة الوحيدة بقت بس فنون الخط والنقش وما إلى ذلك، وهي بالمفهوم الفن وعلم الجمال الهيجلي وغيره لا تعتبر فن من الفنون، إنما تسمى فنون تطبيقية لها علاقة بالحرفة وليس لها لا علاقة لها بالفن. يتحدث لك الخط العربي وهذا كله ليس بالفن، يعني مفهوم فلسفي. معنى هذا الكلام أن نحن شعوب بلا تاريخ، بل لا وجود لشيء اسمه تاريخ الإسلام. حتى يعني عندما يجي التاريخ الإسلامي هذا لا معنى له. الحقيقة التي صارخة تقول بأننا شعوب بلا تاريخ، بل لا وجود لشيء اسمه تاريخ كما قلت، وهذا يؤدي بنا إلى التساؤل، ما هو شكل العالم بالنسبة يعني الإنسان العربي المسلم أو المشرقي؟ لأن المشرقيين كلهم متدينين، المسيحيين أو غير المسيحيين، المسلمين أيضا لهم نفس القالب الفكر تقريبا، الذي يختلف تماما عن بقية قوالب البشر الفكرية البشرية بالكامل. العالم ذهنيا بالنسبة للعقل العربي المسلم أو المسيحي في هذه المنطقة ليس مكانا مفتوحا للاكتشاف. لماذا؟ لأنه هو بالنسبة له مكتشف أصلا، هو معروف، ويعني النص أعطاه، هو معطى في النص، أي أنه النص المقدس أعطاه كل التفاصيل، أعطاه كل الأجوبة. لهذا ماذا يشعر؟ يشعر بأنه هو يعرف هذا العالم جيدا. كل ما المشكلة هو أنه يجب أن يعمل تطابق بين ما يعرفه أو ما سمع عنه أو ما هو مهجور في دماغه أو تلقنه أو قرأه في النص، يحدث تطابق مع هذا العالم. إن حصل هذا التوافق والتواشج بين الاثنين كان بها، إن لم يكن فيعتبر كافر وزنديق وشيء يعني أسماء دينية كثيرة، إنه هذا يعني خارج الملة، خارج القوم، كفرة وهكذا، دار حرب وهكذا، هاي التفاصيل. وعليه تصبح مشكلة هذا الإنسان ما هي؟ مشكلته أنه يعرف هذا العالم، لكن أنه بعد ما زال لم فاقد المهارة التي تجعله يتقن مهمة معرفة هذا العالم جيدا. وفقا لماذا؟ وفقا للنص الذي تعود عليها، ولكي يضبط هذه العملية عليه أن يرجع للنصوص، وسيجد فيها ذكر كل شيء. لذلك شوف عنده بالتعليقات، آلاف التعليقات تقرأها، يقولك هذا الحديث الفلاني كذا، ذاك كذا، لكن هذا النص هو كذا، لم يقل هكذا، هذا قال كذا، وتشوف داخلين في هذه المعمعة السخيفة التي لا قيمة لها ولا أي جدوى معرفية، كلهم يعتقدون في رأسهم أن هنالك حقيقة وأن هنالك عقل كلي موجود في هذه النصوص. كل ما عليهم أن يكتشفونه وينقبون حوله ويقضون عمرهم فيه، وبالتالي يفوزون بالحسنين كما يقال. من هنا
العالم ليس مكان للبحث عن أدلة عقلية. الأدلة هاي فقط نبحث على يعني نبحث من أجل سردية أو معرفة سردية النص المقدس. هذا هو سبب تخلف العربي. جزء مو واضح هاي العبارة. العالم مكان بالتالي هو للبحث عن أدلة عقلية على سردية النص المقدس وعلى خرافاته وعلى خزعبلاته وعلى أساطيره. مجرد أنه ما يهمنا إحنا أكو أساطير وخرافات، لا، هي حقائق، والعالم هو الذي سيجسد لنا هذه الأساطير أو الخرافات بالتعبير العلمي الدقيق، وعلينا فقط أن نبحث العقل نستخدمه لكي نؤكد صحة هذه الخرافات. هذا هو سبب تخلف العقل العربي، لأنه ماذا يفعل؟ هو لا يعقل، يعني لا يعقل شيئا باستخدام العقل بالمعنى الفلسفي. كلمة عقل بالمعنى القرآني والمعنى اللغوي هو عقل الناقة، يعني هو حبل عقله، عقل من العاقل أو الذي يعقل، الذي يربط بين الأشياء. هو هاي فكرة العقل، أنه ما تعتقله أن هذا الشخص اعتقال. ماذا يعني اعتقال؟ أن تضع الشيء في زنزانة وتعتقله وتمنع من الحركة يعني. وهذا معاني أعتقد وصلتكم الفكرة. هنا يصبح العقل ليس أداة لاكتشاف الحقيقة في العالم الخارجي أو حتى في العالم الداخلي، لا، لأنه ما يؤمن بوجود حقيقة أصلا داخل، لا داخلك ولا خارجك. الموجود فقط، ما هو الموجود؟ آية، هناك آيات، قل انظروا في أنفسكم وهنالك آيات، آيات في السماء. نسيت الآية، ما تحضر الآن، كنت أحبها جدا هاي الآية. لكن هي العالم آية، ليس شيء آخر وليس حقائق. الآية أين تجدها؟ الموجودة هي بداخلك أصلا، كل ما عليك أن تبحث عنها وتتطابق معها، وبعد ذلك أنت تصبح المؤمن الكامل الصحيح الذي لا يمسه الضير لا من قدام ولا من خلاف. بالتالي علي ماذا عليه؟ أن علي أن يعتقل المعنى المحدد سلفا أو الآية فيفوز بالتي بالدنيا والآخرة. العقل الحر ماذا يفعل؟ أين العقل الحر الحقيقي؟ يفعل العكس تماما. هو أول شيء يعمل يقر بقصوره، أنه العقل قاصر، فماذا يفعل؟ يبحث عن الحقيقة كما هي في الخارج، يراها كما هي وبأدواتها، ويشغل عليها أدوات التجربة والتحليل والتدقيق والتمحيص والتكذيب أيضا. فبالتالي يستطيع اكتساب الحقائق ومع التجربة كما قلت. أما العقل العربي فهو يفعل عكس كما أشرت إلى، هذا هو مغلق على حقائق المقدسة. لأنه ليش مقدسة؟ حتى يقتنع. مقدسة لأنه ليش مقدسة؟ حتى يقتنع. هاي فائدة المقدس، انه تكبس عليك تخليك بعد ما تتحرك، يعني تثبتك في مكانك وتعتقلك حق الاعتقال. المقدس هو المفردة الثائل، يعني البديلة لكلمة الاعتقال، ووضع الانسان داخل سجن العقيدة. والعقيدة ايضا العقد، لها علاقة بالعقل، شوفوا كلها مترابطة الاشياء. اما العقل الحر السليم فهذا يسوي العكس كما قلت، هو يقر بقصورة ويخضع حاله لمنطق دقيق يربط الاسباب بالنتائج مع التجربة ومع التكرار بحرية تامة. هو هذا الشرط الأساس، أن تمارس حريتك واستقلاليتك بالتفكير والتحليل والاستنباط والاستنتاج والتجربة بحرية كاملة، بغض النظر عن أي قبليات مقدسة أو يعني whatever شو يكون اسمها. العقل العربي بالتالي مغلق، معتقل يحبس الحقيقة التي المفترضة الافتراضية، وكل ما عليه أن يحرسها لكي لا تفر من هاي الزنزانة وانفرت، فهذا مشكلة، راح تتلوث بالحياة الدنيا الفانية. العاقل بالعربية هو عكس المجنون وليس هو المفكر، يعني العاقل، الشخص العاقل هو عكس المجنون أو غير العاقل. انت شوف، عندما نشوف الأطفال يقولك هذا الطفل عاقل، ماذا يعني؟ يعني هو عاقل يعني منضبط، أو منضبط ضمن الحقائق الكلية جاهزة في ذهننا، وليس الحقائق المكتشفة والتي لا يمكن أن يدعي إنسان معرفتها. نتيجة وين توصل؟ أنه الإنسان العربي مهما كان، المسلم والمشرقي، لا مهما فعل لا يوجد لديه تراكم معرفة، لأن العقل ما يشتغل. عقل يشتغل حارس، مو يشتغل باحث، وليس أداة للبحث، إنما للحراسة. لحراسة ماذا؟ حراسة هذا المعنى الكلي الموجود في السماء السابعة أو في النص. أما العقل الغربي لا، العقل الغربي مو عقل استثنائي. أنا عايش وياهم، أنا صار سنوات عايش بالغرب، لكن مو عقل استثنائي. بالعكس، العقل العربي أذكى منه بكثير وأكو عباقرة. لكن المشكلة وين؟ إنه العقل الغربي معرفته تراكمية، لهذا هي ماذا يحصل؟ إنه المعرفة التراكمية تصير معرفة منتجة، تقدم منتج وتقدم للعقول المجايلة لك التي معك معرفة جاهزة يقدر يستثمرها ويستخدمها، وأيضا تقدم للناس اللاحقين معرفة قابلة لأن تأسيس عليها، وهكذا يستمر الأمر. مثلا يعني نيوتن على سبيل المثال أقام نظريته على كبلر. كبلر هو وضع المعادلات، معادلات القوة
مع حركة الشمس، حركة الأرض حول الشمس، وسوى المعادلات الرياضية. أجا نيوتن أخذها سوى منعتها، طلع منعتها قانون الثقل، وال يعني مربع حاصل ضرب كتلتين على مربع نصف القطر، يعني جي 1 جي 2 على ار سكوير، وتنضرب بالجي او الجرافيتي. هذا معادله مالته، طلع القانون مالته. لكن ايضا منين جابها؟ اعتمد على كيبلر، وكيبلر اعتمد على من؟ اعتمد على رصد كوبرنيكوس. كوبرنيكوس على من اعتمد؟ اعتمد على جاليليو. وهكذا يعني هو صار تاسيس معرفي وتراكم معرفي ادى الى انتاج معرفه قابلة للاستعمال والاستغلال. وهذا اللي حصل، انه اكتشفوا قوانين واصبح العالم تحول. هنا القضية الخطيرة، تحول من آية الى تحول الى عالم ميكانيكي. يعني صارت الفكرة انه نحن نعيش في عالم ميكانيكي، انه بقوانين تسود الجميع، واحنا ضمن هذه القوانين نسير ضمنها. تحول يسمون العقيدة الاسمية، وراح اتحدث عنها هذا بعد يعني في حلقة منفصلة لها علاقة بفلسفة الدين. عربيا لا يوجد تراكم. عندما نجي نقارن ما حدث في أوروبا أو في الغرب، نجي لا يوجد تراكم بأي شكل من الأشكال، بل حتى على المستوى الديني. يعني سواء ما يخالف العلم، ما عندنا علاقة بالعلم ولا بالحقيقة ولا كل شيء ولا بالعقل، المستوى الديني نفسه واللي هو إحنا يعني اختصاصنا، كل شيء متوقف قبل 1500 سنة، توقف وانتهى. الحقائق قد تم تقديمها وانختمة رسالة، وكل شيء أغلق ولا يجوز لنا التفكير بأي شيء آخر. وعندما أتحدث يابا إحنا استغفر هاي أمرأة شيرين مثلا، لا يجوز الاستخبار، لأن الحقائق أعطيت. يجب أن نرجع إلى 1500 سنة حتى نعرف هل يجوز أن نستخبر لهذه المرأة أو لا يستخبر. هذا سؤال خطير بالنسبة لنا، لأننا لا نستطيع الخروج من هذا الإبستيمي الذي يكابس على أنفاسنا وعلى حياتنا وأغلق عقولنا. هذا يخلينا نسأل، ما حاجتنا للعقل إذن؟ العقل بمعنى الفلسفي، هذا عقل قاصر. بالعكس احنا ماذا نفعل؟ نقول ان هذا العقل هو مصدر فتنة وشر. بالمقلوب، كل شيء بالمقلوب عندنا. حتى عندما يقول لك الدين خير، هو بحقيقة يتحدث عن الشر، عن الحلال ويتحدث عن الحرام. والدين دائما القيم مالته تنقلب بسهولة، الشيطان والرحمن تجده بسهولة ينقلب. المهم احنا كما يبدو نستعمل العقل او نحتاجه فقط لقراءة النصوص. ولماذا؟ لكي نعلم نفرق بين الحق والباطل. وهنا كلمتين غامضات طبعا، لا احد يعرف ما الفرق بين الحق والباطل. هذه الكلمه غامضه جدا، الحق هو الرب والاله وما له علاقه بالصح. يعني طبعا لا احد يعرف ما الفرق بين الحق والباطل. هذه الحق هو الرب والاله وما له علاقه بالصح. يعني العقل هو مو مرتبط بما يعقل، بالمعقول او بالريزن بالمعنى او اللوغوس. لا، العلاقه بالاخلاق، مو بالاكتشاف ولا بالفهم ولا التوغل في غابات المعرفه الحقيقيه. لا، هو العلاقه بالاخلاق، معرفة الحق من الباطل، ما له علاقة بالعلم. وعندما يجي لك الدين لا علاقة بالعلم، هذا يكذبون علينا ويضحكون علينا الناس فقط.